طب حاول تكلمنا مرة تانية. أستاذ أحمد، ايوه مع حضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير يا رب، استاذنك بس اكلم فضيله الشيخ. اتفضل. ازاي حضرتك فضيله الشيخ؟ الله يسلمك يا استاذ احمد. جزا الله وجزاك الله كل خير عن الاسلام وعن المسلمين كلهم جميعا ان امين شاء الله يا يا فندم. ربنا امين يرضيك. يا رب، امين. الله يخليك. هستاذن حضرتك بس في سؤالين بسرعه جدا. اتفضل. اتفضل. أول سؤال، هل يجوز وفاء للنبي عليه الصلاة والسلام إن أنا لما أجي أروح أعمل عمرة أعمل عمرة وأهب ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ده أول سؤال. نعم. تاني سؤال، أنا قريت في وصف للملائكة إن سيدنا جبريل عليه السلام يعني كان وصفه جامد أوي، ويعني كان ضخم جدا وجناحه عرض السماوات والأرض وكده. ففي معركة بدر ربنا قال إن هو رزق المسلمين بمئة ألف من الملائكة كمساعدة ليهم في الحرب. طب ما أعتقد إن هو كان ملاك واحد بس كان كفاية إن هو يغطي الموضوع ده، يعني لو أنا كلامي صح، يعني أنا مش عارف كلامك أنا صح، كلام كده صح ولا لأ. كلامك صح. فهل طيب، بس هو ده كده السؤالين اللي عندي. حاضر حاضر حاضر. جدا وجزاك الله كل خير يا يا مولانا. ربي يرضيك. تابعني يا أستاذ أحمد. أول سؤال اللي هو اللي هو هل ينفع ان احنا نعمل عمرة ونهبها للرسول عليه افضل الصلاة والسلام؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، انا ما عنديش مانع من ده، يعني ليس هناك حكم شرعي يمنع ان اهب عمرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان اهب عملا صالحا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا النبي في غنى عن ذلك. صحيح. يعني بدلا من ذلك اعمل العمرة لوالدك، اعملها لوالدتك، طيب اعملها من باب لجدك، البر والإحسان. اعملها لجدتك، لكن لا يوجد مانع شرعي من ذلك. لم يمنع النبي، ليس عندي نهي من القرآن الكريم، ليس عندي نهي عن ذلك. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنى عن ذلك، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولن يزيده ذلك منزلة عند ربه، فقد بلغ المنزلة الأعلى عند الله تبارك وتعالى. فأنا أنصح من ليس حراما، لكن أولى بأنك تعمل العمرة لاحتياجه إلى ذلك لكثرة ذنوبنا، الأب أو الأم أو الجد أو الجدة. طيب، بيتكلم عن وصف سيدنا جبريل. نعم، وصف سيدنا جبريل ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه له 600 جناح وسد ما بين الأفق، وجناح واحد حمل قرى سدوم وإلى آخره. فهو له سؤال تاني بعد الوصف، طب حد بهذه القوة وهذه الضخامة وهذا العملاق العظيم محتاجين يبقوا 5000 من الملائكة أو 3000 من الملائكة؟ أكيد في حكمة عشان ربنا يوفقنا. ما هو عشان كده العلماء قالوا إنه فعلا تأييد الله بالملائكة للمؤمنين في غزوة بدر كان تأييد تثبيت، مش تأييد حقيقي. يعني ما نزلش الملائكة فقتلوا غير المسلمين ولا لا لا، ده كثير من العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا نعم هو ده الملائكة نزلت وحاربت مع المؤمنين في غزوة بدر، تمام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فبعض العلماء قالوا نزول حقيقي وحرب حقيقية مع المؤمنين، وكثير من العلماء قالوا إنما هو نزول تثبيت وتأييد. ولله المثل الأعلى، حضرتك رايح مكان معين وأنا لي فيه ناس كتيرة جدا جدا، أقول لك روح وأنا معاك وأنا في ظهرك وأنا أؤيدك وأنا أثبتك، فأنت تروح تقول أنا من طرف فلان فرايح حاسس بالقوة. فعشان كده وجهة نظرك صحيحة وأيدها الكثير من العلماء إن النزول كان نزول تثبيت وتأييد وليس نزولا حقيقيا، فقد كان يكفي ملكا واحدا.